إذا حابب تشتري كوينز وتظبط تشكيلتك لفريق الموسم، عندك موقع U7Buy من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم وآمن، وعاملين عروض خرافية بمناسبة فريق الموسم. رابط الموقع بالديسكريبشن، وأيضا موجود كود خصم استخدمه عند الشراء بيخصم لك خصم زيادة 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أستاذ جيمر معكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة تحديات فوت درافت. اليوم يعني أكثر تحدي درافت جلطة ممكن تشوفه، تذكروا التحدي اللي عملناه إنه هيك أقل تناغم وقت تناغم 11 لعبنا نزلناه سابقا. اليوم التحدي يعني نفس الفكرة، ممكن ما تشوفه تقول لا منار الفكرة أسهل، هي التحدي اليوم تحدي رأسيات. الفكرة انه انت رح تقدر تختار لعيبة عادي، ولكن ممنوع تسجل اي هدف الا بالرأس. طبعا بحال سجلت باي شيء غير الرأس، سجلت بايد اللاعب، برجل اللاعب، باي شيء لازم تسجل هدف بمرماك. فالفكرة انه الرأسيات، بتعرفوا الرأسيات اصلا باللعبة يعني جدا تعبانة، فالموضوع اصعب بكثير مما انتم متخيلين. لا تنسوا لايك بالبداية والاشتراك في القناة، ما نطول اكثر من المقدمات، خلونا نبدأ. طيب اوكي، هات بسم الله. طيب شوفوا اللي راح يفيدك بهذا الدرافت، شو كريستيانو، ابراهيموفيتش، لعيبة طوال لازم ضروري، ولازم مهاجمين ولا شو، ولا مهاجم، لا لازم مهاجم واحد وأجنحة، مشان الأجنحة ترفع للمهاجم هذا ويسجل. بس المهم إن المهاجم هذا يكون أطول شيء هيك بالحياة، عرفت؟ يكون كريستيانو مثلا. طيب حلو، صلاح بداية أسطورية جدا، 94 ريت. يا رب يا جماعة أعطوني مهاجم. على فكرة الزرق ما عم يطلعوا بدرافت فريق الموسم، يعني ما بعرف أنا شو الفكرة، فهي مشكلة. الله يخرب بيت العفن، شو هذا يا جماعة ما عم يطلع زرق بالمرة بالدرافت. هاي أهم شيء المهاجم. مبابي كم الرأسيات عنده؟ رأسيات 90 يا جماعة، بالدفاع هيدينج أكيرسي 90. بس ماشي والله بداية حلوة. الهجوم نار. ماي جاد، عفن والسنين والله. هذا شو بدي أنا دي ماريا؟ عندي صلاح، يا رب واحد مثل الناس. مشكلة والله مشكلة. مين اخذ؟ ديابي. الفكرة مو انك تختار على واحد بالرأسيات، ما حدا قال هيك. الفكرة انه انت لازم تسجل بس رأسيات جوا اللعبة. اوكي؟ وسط اسطورة. جوريتسكا حلو جدا، جوريتسكا طويل على الاقل بيسجل لي رأسيات اذا يعني استخدمناه. بس والله مايكل بلوك ومودريتش. اخي مودريتش، والله مودريتش خرافي، بس التناغم بالمرة ضايع. حلو، بالك بيشبك اخضر كمان مع جوريتسكا اللي بعده. كم الرأسيات؟ 75. لا ما بدي 75. طيب ناخذ والله جوتا، ممكن يا جماعه يفيدنا لانه طاقته حلوه ودوري انجليزي. يعني الهيدنج كم عنده؟ 85. يعني هو قصير بس ما راح يفيدك يعني حتى لو الرأسيات عاليه. شوفوا المهم يا جماعه، قلوب الدفاع ركز كمان على موضوع الرأسيات يا شباب. بدنا سرعات ممكن. قلوب الدفاع لازم يكونوا يعني قامات عاليه. الله اكبر. افضل مدافع. ويلكم. كم الطول مالديني؟ بس 186، كنت فكره 188 او 189. حلو جدا يا جماعه، ممتاز. واحد بيكي راموس شيء مثل هيك. واو لكروكس، يا الله. ويلكم قسما بالله هذا خرافي يا شباب. انتم ملاحظين انه التشكيله مليانه لعيبه من الدوري الالماني؟ ممتاز. مين ناخذ؟ ساول بفيد. بدي واحد دوري الماني، المشكله مشان يا اخي الماني سي ام، مشان شو اسمه لاكروك، يا رب كودرادو، كونيا، شولز ظهير يسار. ممتاز. بفيد. ما عندي ظهير يسار دوري، ما راح يطلع لي بالاحرى ظهير يسار دوري الماني. فايوه شايفين عارفان ما راح يجي ظهير يسار دوري الماني، فاختصرت واخذت شولز. طيب ناخذ نونو مينديش، ممكن اني احتاجه، بركي طلع لي ماركينيوس، ما بتعرفوا ممكن يطلع ماركينيوس اللي بعده. بسم الله، والله هي الفكره يا جماعه الصعوبه كلها. اوه باكيتو يا عيني، والله اسطوري باكيتا. الفكره يا جماعه والصعوبه وين؟ انه الرأسيات اصلا باللعبه صعبه، يعني قليل جدا انك تسجل رأسيات. واللاعب امبابي ما له اطول شيء، يعني 182 ما يعتبر قامه عاليه للرأسيات، فهذا الشيء راح يجلط زياده. الله يستر. ارنولد حلو بالرفعات بفيدك، بس انه بطيء شويه يعني. بس وكلاوس، والله كلاوس خرافي شباب. تعال كلاوس، تعال. طبعا اي هدف بسجله ما بيكون رأسية طبعا رح نعطي الخصم جول يعني. الله ياخذ كونيا. 80، والله تعبان. يا رب حارس احتياطي مثل الناس، يا رب. هذا طويل الحارس، ها 196، جيبه بفيد عادي يلعب يا جماعه لانه فرنسي يعني. اللي بعده بسم الله، باقي لاعب قبل بعد هذا. ياهو يا جماعه الدرافت باخره، ليه هيك عم يصير؟ اخر لاعب اكيد معفن، ما بعرف ليه الدرافت بالاخير عم يصير معفن فجأة. والله كلنا معفنين اصلا، ما في حدا منيح. ما ادري هات اي شيء. طيب الفكره، شوفوا الفكره، كل الاعتماد حيكون على هدول الاثنين بالاضافه لمبابي. صلاح بيسجل رأسيات، لا صلاح اقصر من مبابي حتى،
طيب شوفوا الرفعات كلها حتكون من هاد، وممكن ينزل جوتا مكانه لمبابي. الاعتماد كبير حيكون عن بابي، ممكن انا انزل على فكره شوله بعليل التناغم للعلم، يعني اذا بدي يعني عادي بيع للتناغم. والله ما ادري، خلص هيك ممتاز، خلينا ناخذ مدرب. اوكي اذا نزل دي ماريا مكان صلاح مبابي بياخذ 10، ومننزل صلاح ممكن بالجيم. حلو والله، فكره مو سيئه. ايه ما في ولا مدرب بيفيد، ايش هو شباب سبحان الله. طيب هات اي شيء. يلا حلو يا جماعه، شوفوا هلا بننزل دي ماريا مشان يصير التناغم 100، هيك مبابي 10 ماشي. وجوا الجيم شو بيصير؟ والله ما ادري، ممكن ما حنزل صلاح اكيد جوا الجيم، هذا الشيء يعني نحن متاكدين منه. وعاد ما ادري شو اللي بيصير، يعني خرابيط جوا الجيم. هيا بنا، كان ممكن بدل بالك وبكر. اوه دخلت ضد كم واحد؟ عنده الدون، ضحكوا علي ضحكوا علي. لا ثلاثه داخل ضد ثلاثه، كل واحد بده يظبط الايد تبعه هلا، عرفتوا الاعدادات. بقى نحن شو بنساوي؟ بنروح لهم الستارتات تبعاتهم وبنخليهم عاد يعرفوا يحطوا ستارت. ويلا يا رب سترك يا جماعه، والله ضد ثلاثه اللاعب كريه، قسما بالله كراهه كراهه. لا تفكروا الموضوع هيك سهل، لا والله والله كراهه. طيب يلا بسم الله، شوفوا بقى شوفوا. وحط لا يا حمار، شفتوا شلون بيشوط بالرجل، والله انه غبي. يلا يلا منيح ما تسجلت، احسن اصلا. يا اخي بالراس، يا اخي بالراس، هي مو بالرجل. والله بعرفهم راح يدوا يسدد. ويلا يا بابي، اوه ماي جاد، يا الراس المعفن، يا الراس المعفن. واو واو، دفاع نايس، دفاع يا شباب. حسيت صار في عملية ها خرب بيته، شو هذا اندرتيكر هذا. يلا بابي وحط. يا شباب هي راحت كل الستارتات تبعهم، هي ثالث وحده يا جماعه، خلص ما عندي يقدروا يحطوا ستارت. شوفوا بالله، شوفوا بالله عليك بالراس يا شفتوا شو حمار شفتوا. طيب شوفوا هلا، شوفوا هن طبعا هلا لازم انا اعطيهم جول لانه مو بالراس، ولكن راح اعطيهم اياه باخر المباراه مشان ما يعرفوا من الان اني عم بعمل تحدي، تمام؟ فهذا يعني اعتبره النتيجه تعتبر لسه تعادل، بس انا مشان ما يعرفوا اني عم بعمل تحدي، عرفت؟ راح اعطيهم اياه باخر الجيم. خليه عرفانه الحمار راح يشوطه برجله، عرفان. سلام يا مبابي، حول لجوا المنطقه انت مهاجمي. ايوه لا يا حمار، لا يا حمار. اوه ماي جاد، الحمد لله نتسلل، الحمد لله نتسلل. والله انك غبي، هي ثاني جول بيسجله هيك. يهو ما بدي سجل بالرجل، ممنوع. ناخذ يا جماعه ركنيات، وخذ لك على جلتش الركنيه. يا سلام، خلص طلعنا. طيب وطبعا لازم لسه سجل جول بحق. عم يخلطوني والله، لولا التحدي والله ما بتشموها. بالراس بالله عليك لازم اعطيهم جولين، يعني انا متاخر حاليا 1-0. الحمار مبابي بيضل بينطح، عرفت ليه؟ بيضل بيشوط بالرجل، وانا بدي اياه يشوط بالراس، بيرجع بيشوطها برجله. حول جوتا مهاجم بين الشوطين، شوفوا شو راح اسوي هلا. ماشي، راح اعطيهم الجولين من الان، ماشي؟ مشان يفكروا شو اني انا استسلمت. ماشي، شوفوا هلا بفتح الدفاع، هذا اول جول ماشي، اوكي تسلل مثل الاغبياء لانه هن الاثنين او هن الثلاثه، بس اوكي خذوها وروحوا سجلوا. يلا شباب يا جماعة، أنا عم بلعب مع أغبياء ولا شو؟ يا أخي روحوا سجلوا، يا الله. انا عم بعطيهم جولين، ما بدهم يسجلوا، عرفت؟ هن ما بدهم يسجلوا. طيب رح نخلي جوتا مهاجم ونخلي مبابي جناح، ماشي؟ يا اخي التحدي مو صعب، التحدي اللي صعبه اني انا عم تلعب ضد ثلاثه، يعني انت تخيل انه هو اللي يحرك اللاعب منطقه الجزاء ويغطي وما يخليك ترفع، القصه صعبه بتصير. روحوا سجلوا يرحم ابوكم، روحوا سجلوا. بده يخلط صح؟ بده يخلط. خليهم شوف هلا شو اللي رح يصير. شوف هاي اعطيناهم اول جول ماشي، يا سلام، وهي الجول الثاني. حلو جدا حلو. هلا شوف شو بيفكروني انه انا مستسلم وكذا، انما بيفكروا انه هو عم يعطينا جولين وبده يرجع كمان بالنتيجه. خلص هلا هيك بقى
صفينا الحسابات ها. لازم تشتغل الركنيات، لازم اجيب ركنيات، لازم اجيب ركنيات باي طريقه، اجيب ركنيات وخلص عرفت، اعمل مثل هيك وجيب ركنيه. ايوه ايوه هذا الصح هذا الصح، بس 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 استراتيجيات هي شباب. لا 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 عارف عارف شو بيساوي. لا اله الا الله. اوكي اوكي براس يهو. يلا مبابي ليه بالرجل ليه يا ربي من التحدي الجلطة. حط الله اخيرا اخيرا رأسية. ما رح اخلط ما رح اخلط هلا خليها خليها. الحمد لله على السلامة يا رجل، الحمد لله على السلامة. والله كان لازم كان لازم مهاجمين بظن، والله كان لازم شكلي اخذ خطة فيها مهاجمين. يلا عوافي عوافي. مبابي لا غورتسكا حيكون مهاجم يا جماعة، لأنه يعني طول عنده 190 189 فجوتا مقارنة فيه يعني أقصر منه بأكثر من 10 سنتي، فما رح ينفع هذا الكلام. فغورتسكا على الأقل يعني بيلعب باصات خفيف مو خفيف يعني بس يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله الله عليك يا حارسنا غورتسكا. الله يخرب بيت الشغلة الكبير، جاي بيلعبوا بالرجل يا الله. والله التحدي مريض قسما بالله، التحدي بيض. اخر اخر فرصه اخر فرصه، اذا سجلت راس خلص عادي، اذا سجلت راس عادي. تخيل اسجل بالرجل هلا، اجي ارفع له اياها يوم يسجلها برجله الغبي. الله الله يا الرفعه الله. يلا مبابي الجوريتسك الجوريتسك. الله يخرب. اه تسلل يا جماعة شو يعني، يعني حتى حتى يعني حتى لو تسلل هي شلون بيضيعها؟ الله يخرب بيتك شو هاد؟ لا 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 إله إلا الله. رجع رشاطة بالرجل. الحمد لله الحمد لله. خلينا نشوف مبدئيا شو الإحصائيات. آه يا سلام 16 تسديد، كم تسديد هن؟ لا مو مو أربع تسديدات صح؟ اه واو يا حارسي. اه لا اوكي صح صح انا اعطيهم مثل جولين اصلا. اوكي اوكي مالديني هاجم. لا 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 لك لا 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 بالراس. يا ربي من التحدي المريض، يا ربي من التحدي المريض. يا اخي قسما بالله انا ما بعرف اللعيبه ليش هيك عم تعمل فيني. لك يا اخي براسك براسك انت الرأسيات عندك قويه، لازم لسه اعطيهم جول. لسه لا رح اعطيهم جول باخر المباراه كمان. ها رح اعطيهم جول باخر المباراه. واحد يهجم معي، واحد يجي معي، تعالوا تعالوا تعالوا. ويلا خلص خلص رح اعطيهم جول، رح اعطيهم جول بس بس رح اعطيهم اياها ما حسسهم اني انا رح اعطيهم الجول. عرفت هلا بفتح الدفاع هيك عرفت وبحرك الحارس. ايوه اعطيه الجول. ايوه ايوه هيك هيك تمام حلو 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 خلص ماشي ماشي. هلا هيك اعطيناهم الجول ماشي. خليهم يخلطوا خليهم يخلطوا. هلا هيك عرفت هن شايفين اوه غلطنا وهذا ما يحسوا اني انا عم بعطيهم جول لاني ما عرفت سجل راسيه. لا مو تسلل مو مت... الله يخرب بيتك يا مبابي كانت اخر فرصه معنا. واحد يجي واحد يجي واحد يجي واحد يجي. حط الله يخرب بيتك. خلص بلنتيات والله والله ما في ما في حل يعني ما فيني ما فيني شوط البلنتيات بالراس يعني عرفت ما فيني شوطها بالراس البلنتي هي هذا للاسف يعني. يا الله يا الله خسرنا. الله ياخذ البلنتيات، ما بفوز انا بالبلنتيات. يعني والله انا شايف انه نحن عملنا اللي علينا الصراحة. بيكتبوا له شوفوا الشوطات تبع مبابي، هيدر 3، فوليز 4 او فولي 4، سيت بيس 1، غوريتسكا اخ. والله حرام نخسر، قسما بالله حرام نخسر. يخرب بيت التحدي شو مريض، لك المفروض مسجل 10 جوال،
كل رفع برفع بيرجعوا بيشوطوا بالرجل. وتبع مالديني والله هي اللي ضيعت علي الجيم. تبع مالديني والله حرام، والله حرام عليك يا مالديني، حرام عليك، هي اللي ضيعت علي الجيم. انا ضمنانة، عرفت رافعها. ليك بالراس، بالراس عادي، بس هيك عملها، بس هيك على الجول. راح شاطها بالرجل. والله حرام، حرام عليك يا مالديني، حرام. طيب شكرا لكم متابعة المقطع، هيك نقدر نوصل النهاية. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. خلونا نوصل المقطع 40,000 لايك. ضغط مع اللايك مهم واشتراككم بالقناة. انجلطت من هالتحدي وحتى الخسارة يعني اجت بلاتيات بالأخير، فيعني الحمد لله على كل حال حاولنا ولكن يعني ما استطعنا، ولكن اوكي جي جي. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالمقطع، وبس اللي كان عندي اليوم، في أمان الله.